السلام عليكم، عاملين ايه؟ والله وحشيني جدا جدا جدا، اقسم بالله وحشتوني. معلش انا غايب عنكم الفتره دي عشان مشغول جدا، حتى يوم اجازتي والله بنزل. فالنهارده انا عامل زبون بعد يعني الساعه كام دلوقتي؟ حوالي الساعه 10، لسه عندنا 4 ساعات شغل، فهعمل نفسي زبون في الوقت ده. فان شاء الله هتكون مش عارف اطلب ايه، ومش عارف مين هيقعد معايا برضو على الترابيزه. ممكن نقابل الاستاذ محمود، طبعا في ميوزك فوق، مش هطلع فاتكلم معاكم شويه، وان شاء الله كده هنشوف تقييمنا بقى للمطعم ايه. مش عارف اطلب طواجن، اطلب من قسم السخن، مش عارف اعمل ايه بصراحه، صواني، مشويات، فلسه مش عارف. انا طول اليوم عمال انا طبعا حبه كده وحبه كده، انما اكل ما اكلتش لسه بصراحه، كفطار ما فطرتش. فان شاء الله دلوقتي هطلع فوق وهظبط الدنيا وتبقوا معانا كده ان شاء الله ونظبط الدنيا. طبعا انا كملت هنا لي شغل، فان شاء الله معايا الاستاذ محمود. اهلا ايه خد مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ناكل النهارده يا محمود، نكيمه للناس. احنا كل يوم ان شاء الله، مش كل يوم يعني، كل مره كل اعمل فيها شهر. يعني مره هاخد من قسم السخن، مره طواجن، مره صواني، مره مشاوي، مره سلطات، مره مقبلات كده. تحب ناكل النهارده يا اسطي؟ هنجيب اكل. ما انا مش هجيب اكل برضه، هناكل كلنا برضه، بس انا ايه، هناكل حبه كده في الفيديو كبدايه، والباقي من ورا الشاشه. بقول لك ايه، احنا على قد ايه فلوسنا؟ نجيب واحد مقبلات صدفه جت، ايوه، وايه تاني؟ ونجيب صينيه، في صينيه ام حموده، وفي حاجه فاطمه، وصدفه جت، وعم بخ. خلينا عم بخ، عم بخ على قد على قدينا عشان احنا على الوسط، خير الامور الوسط. ماشي طبعا. مش هي بيجي معاها 4 سلطه، 4 سلطه واثنين شوربه و... طيب ماشي ماشي، بيجي معاها 4 سلطه. الويلكم فود بتاعكم ايه حضرتك؟ غير ال4 سلطة يعني، هنشوف الاضافي. لا هنعمل معاك، هنزل لك ويلكم فود. ويلكم فود هيبقى بابا. اه واحد، امال ايه؟ انت كام فرد يا حبيبي؟ انا طالب صينيه. طب وايه المشكله؟ انت فرد واحد. انا لو قررت طلبت كل الصينيه دي على 3 مرات هاخد 4 سلطات. 3 مرات هديك، انزل لك 4 سلطة، بس اطلبها على 4 مرات. ايه رايك؟ والله يا جدعان المفروض لينا اولويات، انا ممكن ما احاسبش في الاخر. ايوه انت حر. انا اللي هشيلها في الاخر، عندي في الكاش. طب احنا هنطلبها على الكاش كده يا جماعه، وبعدين شوف دنيتها هتعمل ايه. طيب ما طب احنا قاعدين على الكاش وحسبناها، الصينيه عامله 878، طبعا انا عندي خصومات وديسكاونتات وصلت ل 700 بس. فالفيديو ده لو ما جابش ب 700 جنيه مش هصور تاني. من الاخر انا دافع 700 جنيه في الفيديو، فهتفرجوا عشان ايه ناخد ال 700 جنيه. ما يبقوش 700 برضه يعني، 700 750. طيب 1400 في الدبل عشان القرش يجيب اخوه. ماشي ايوه. انا جيت هنا للاساس، الشيف عمرو الشربيني، اهم حاجه السلطات. عمده يا عمده حبيبي يا شيف عماد، ده انا عايزك لسه. احنا طالبين يا شيف عماد، بعد اذنك يا شيف عماد، طالبين صينيه عم بخ وميكس مقبلات. واحد ميكس مقبلات في الماركت اللي هو ميكس صدفه جاد، ده حاجه عندنا مميزه جدا، عشان كده مسمينا باسم المحل بتاعنا صدفه جاد. فان شاء الله تميزوني النهارده. اكيد طبعا، اكيد طبعا يا استاذ محمد، هتبقى حاجه تشرف، ومتابعينك الجمال برضو حبايب قلبي. ده بقالي كتير قوي ما طلعتلكوش. لا ازاي، بس في حاجه يا عمده لازم حاجه تطلع جامده ان شاء الله. انتوا عارفين يا ابو احمد، لا يجامل ولا ينافق. انتوا تحكموا بنفسكم، واللي شرفنا قبل كده اكيد طبعا رايه ايه، وهنستنى اللي لسه ما شرفناش نتشرف بيه طبعا، وهو اللي هيحكم بنفسه ان شاء الله. حبيبي يا استاذ محمد. حبيبي يا باشا شربيني. عامل ايه يا ايه؟ حبيبي يا شربيني. ايه الاخبار؟ ظبط لي السلطات يا شربيني؟ ظبطها، وبص الشغل عالي، وبص الاطباع عامله ازاي. حبيب قلبي، سلطه البلدي الجامده بتاعتنا. حبيبي والله، ده كل ده هنشوفه على الترابيزه. البنجر يا استاذ محمد. ايوه يا جاد. عاشق البنجر. متبل يا استاذ محمد يا جاد. وانا ضايع. الطحينه الجامده، الطحينه والبابا غنوج وايه. ايوه كويس، ده الماشي هيبقى. خليكم معانا يا جاد. ندي كحول كبير نظبط علينا. اهم شيء الكحول. استنى بقى ايه، شوف هنقعد قد ايه على الترابيزه. قول يا رب. اهو فيلو بيكا كده يعني. عايز اي ترويج كده؟ اخترنا بقى
ترابيزة اثنين، ترابيزة ابو احمد، ها ترابيزة اثنين عشان نتجوز اثنين. دي بقى عشان هو دي صلاة ايه ده دي صلاة الله العيش العيش اللي العيش واحد نسي بقى ياخد شكر مسكين بنجر No. الله بيك اب كل بندر تحفه مش موضوع خش على الشرب بسم الله ما ده في مركب هنا فين الشراع بتاعها ممكن يبقى جنين نفسه لازم يكون في شراع ازوق عشان الكاميرا اللي كانت هنا كده اه مفيش عليا خش عليا بتيل يا نجم العب العب الله على الشوربه خش قرب بروجي كروم حاجة جامدة قوي من الكفتة طب بقولك يا محمد عايزين نعمل تحدي بينك وبين اي حد ياكل الصينيه دي كلها لوحده ناكل امها ايه رايك من اصحابنا من اسكندريه عايزين يعملوا التحدي ده شرفونا العده مستعده اكيد اجيب لك بقيه الاستاف يساعد معاك طيب لو محتاج مساعده لو محتاج مساعدة حد الاستاف الاستاف جاهز بص بقولك اجهزيه المهم ما تقولهم ما جاهزين كله ستاند باي انا هقول حاجة ايه رأيك طيب في الاكل اللي عايز ياكل يقعد ايه رأيك في الاكل كده ما جناش جنب الملوخيه جنب الجمله بقالي كتير قوي ما عملتش اكل من ساعتها اوعوا
البيبسي وصل يا استاذ محمد. انا هو بس لا بقى شيء بسياسه محمد جاي. شوف واحد شوف الشباب بتلعب. نعم كده يا جماعه كفينا ووفينا ان شاء الله الى اللقاء. قول لي عزمنا على سيفن بس. السلام عليكم. انت باين بالسيفن محمد جاي.